هذا سائل يقول: هل تعليق التمائم من القرآن خاصة يعد من الشرك؟ هل إيش؟ تعليق التمائم من القرآن خاصة يعد من الشرك؟ ما سمعت الكلام والتفصيل. بعض السلف يقول ممنوع التمائم مطلقة من القرآن وغيره لعموم الأحاديث، وبعضهم يقول لا، إذا كانت من القرآن هذا رخص فيه بعض السلف لأنه من القرآن، والرقية بالقرآن مشروعة. نعم.